من مهندس مدني إلى نادل في أحد المطاعم الشعبية بغزة، اتجه فايز للعمل مكرها بعدما عجز عن إيجاد وظيفة في مجال تخصصه. واقع لجأ إليه الشاب أمام انعدام الخيارات في بلد لا تتراجع فيه مؤشرات البطالة على الإطلاق، وسط غياب واضح كما يقول لسياسات التشغيل الرسمية. ضيعنا سنين من عمرنا في الجامعة، فلوس، تعب، من شاب الأخير يشتغل المهنة اللي احنا درسنا عشانها، ولكن حاليا ما في. في عندنا مشكلة أساسية في سياسة التشغيل، في السياسة الحكومية في توظيف الخريجين، هي سياسة فاشلة وما في عندها أفق، لا بتخطط ولا حتى يعني ما بتاخذ بعين الاعتبار لا خريجين ولا شو الخريجين شو عندهم أمال. واقع العمالة المتردي في غزة دفع كتلة الوحدة العمالية إلى المطالبة بخطة وطنية للحد من الفقر والبطالة، خطة توجب إيجاد فرص عمل جديدة وتفعيل صندوق التشغيل لتشجيع المشاريع الصغيرة، فضلا عن إنفاذ قانون العمل الذي يكفل الحد الأدنى للأجور. 337.1 ألف عاطل عن العمل، بواقع 227.1 ألف عاطل عن العمل في قطاع غزة. على وزارة العمل وعلى المسؤولين بوضع خطة للتشغيل وتوفير فرص عمل للعاطلين عن العمل وللخريجين، وأن يكون في هناك بنية تحتية للعاملين من مصانع وغيرها. يعني احنا بنطالب وزارة العمل تطبق قانون العمل اللي بحدد الحد الأدنى للأجور، وبحصن العامل من التأمين الصحي، وبعمل يعني ساعات العمل، بحد ساعات العمل أكم ساعة. القوى الوطنية والإسلامية. الكتلة طالبت الأونروا باستيعاب مزيد من الموظفين، كما دعت إلى تطبيق قانون الضمان الاجتماعي بما يكفل حقوق العمال وتحقيق العدالة الاجتماعية. نجاح أي خطة وطنية للتخفيف من أزمتي الفقر والبطالة مرهون بإنهاء الانقسام والعمل على إطلاق قانون جديد للعمل يحقق عدالة التوظيف ويضمن عدم التمييز. أحمد غانم، غزة، الميادين.